طيب ما تشيليش هم يا اختي، احنا اصحاب والصحاب سرهم لبعض، وانا هفطمك تعملي ايه كويس عشان تحققي كل اللي نفسك فيه. وليكي عليا مفيش باب دنيا هدخله الا وايدك في ايدي. ازاي بس؟ ازاي وانا معرفش عنه اي حاجه الا صحيح؟ قولي لي يا اختي، هما زعلانين من بعض؟ مين؟ الحاج فتحي واحمد. انت ما تعرفيش يا سميحه؟ واعرف منين يا اختي؟ ما انت عارفه جوزك وعارفه احمد اخوه، مشاكلهم كلها ورا البواب واللي قدامها شغلهم وبس. يعني انت معرفتيش انهم مدوا ايديهم على بعض؟ يا نهار اسود، ضربوا بعض. فتحي مد ايده على احمد. اخسى عليك يا فتحي. عشان كده. عشان كده ايه؟ اصل سمعت احمد بيكلم حبشي في التليفون وبيقول له اوعى فتحي يعرف، ولو عرف هسوي واعمل فيه. يعرف ايه؟ مش عارف، اهو ده اللي سمعته. مش بتقولي كان بيكلم حبشي؟ اه. طب خلاص امره سهل، نكلمونا نعرف منه. مدام امره سهل يبقى كلميه اعرفي منه، انما انا ما قلتلكيش حاجه. اكلمه انا ازاي؟ ما انت عارفه ان هو لا بيطقني ولا انا بطيقه. كلميه انت. خلاص ليكي عليا، اول ما اروح اكلمه وبعدين بقول. واول ما تروحي ليه؟ ما تكلميه من هنا وانا ما فيش تليفون اهو. هي حبكت يعني دلوقتي؟ ما قلتلك هكلمه بعدين. لا يا اختي، هي حبكت معايا قوي دلوقتي، كلميه عشان تخلصي وانا ارتاح. اصلي مش حافظه نمرته، النمره بتاعته انا كاتباها عندي في الاجنده. بسيطه، انا كمان كاتباها في الاجنده. هقوم اجيب لك التليفون والاجنده. خلي اهي اهي النمره، خدي. خلاص بقى، خلاص يا بدريه، خليها. يلا يا سميحه. الله، في ايه يا هوانم؟ انتم يا هوانم يا اللي جوه، هاتوا حاجه ساقعه بسرعه. ايه كل ده؟ الو. ايوه يا ماما، ازيك؟ عامله ايه؟ حبشي يعني هو ده يا ماما صوت عمو حبشي؟ معقوله مش عارفه تفرقي ما بين صوت بنتك ام هاشم وصوت عمو حبشي؟ احمد؟ احمد بابا. قال لي ايه؟ ماما انت اكيد بتهزري معايا مش كده؟ ماما انا مش فاهمه حاجه، انت بتقولي ايه؟ الو ماما. ماشي ماشي يا حبشي، يلا مع السلامة. سلم لي على مديح. مع السلامة يا اخويا. قالك ايه؟ بس امانة عليكي يا بدرية والعيش والملح اللي بينا، ما تجيبي سيرة لأي حد. انت عبيطة يا سميحة. طب احلفي وحياة عيالك. ولا عدم عيالي من جايبة سيرة ولا قايلة انك قلتي حاجة. هو كان بيقول لحبشي ما يجيبش سيرة لفتحي كده على مشروع بيعمله مع اللي اسمه امجد سعيد. مشروع؟ مشروع ايه؟ ما قالكيش؟ مصنع كده ولا مصانع بتاع طوب رملي طفيلي حاجه زي كده يعني. طوب طفلي قصدك؟ ايوه هو ده، الطفلي ده. بس امان عليكي اوعي تجيبي سيره لحد ولا تغدري بيا. عيب عليكي يا سميحه، ده انت بتكلمي مره ب 100 راجل وبكره الويه تكدب الغطاس. وقعدت طول المكالمه تكلمي ام هاشم على انها حبش؟ اه والله، والبنت يا عيني امها مش فاهمه حاجه خالص، وعماله تقول لي انا مش عمو حبشي يا ماما، انا ام هاشم. والله انت بميت راجل، سيبك انت. ما شفتنيش بقى لما قالت لي كلميه دلوقتي، ركبي ثابت، وقلت خلاص كده انت يا سميحه اتفقستي، وما بقتش عارفه اعمل ايه. حاجه كده من عند ربنا قالت لي كلمي البيت دلوقتي. والله العظيم كده. طب بس فرضا ام هي اللي ردت عليك، كانت هتبقى مصيبه. بس الحمد لله ان انا عارفه ان البت ام هاشم بتحب ترد على التليفون. اهو لقينا فايده لخلفه البنات، الحمد لله رب العالمين. عشان تحس بقيمتي وتعرف وتتاكد ان مفيش حد قلبه عليك غير مراتك. اه انا عارف، بس من غير وجع دماغ كده. ومن الاخر في ايه؟ الاخر ان اخوك احمد اللي من لحمك ومن دمك بيلعب من وراك، ولولا ان انا في ظهرك كان زمانك اتكفيت على وشي. الله يكرم اصلك، ده بدريه من غير لف ودوران. في ايه؟ تديني كم واقول لك. ايوه هي دي بدريه حبيبتي، اللي عامله ان هي بتدور على مصلحتي وشغلي، وهي بتظبط مصلحه لنفسها. وهو عيب يعني ان مراتك تبقى حركه وشاطره؟ لا مش عيب. هات اللي عندك وانا قايم. اخوك احمد بيعمل مصنع طوب طفلي. طب ايه الجديد في كده؟ الجديد انه بيعمل كل ده من ورا ظهره. انت عبيطه بدريه ولا ايه حكايتك؟ بتضحك على ايه يا راجل؟ هو للدرجه دي البرشام نحس معاك؟ البرشام
فكرتيني والله. لا انا بضحك يعني، اجمنك فاكره اللي انت جبت الديب من ديلو. يعني انت كنت عارف؟ طبعا عارف، انا طرف اساسي في الموضوع ده. طرف اساسي ازاي؟ شريك يعني في ذات نفس المصلحه دي، ودي حاجه انا فاكرها كويس قوي وعمري ما هنساها. ولما انت طرف وشريك، اخوك احمد مش عاوزك تعرف ليه؟ ومين قالك الكلام ده؟ مالكش دعوه بقى، ده شغلي. خلي بالك انك دايخ وصدك سهل، والصد لما هيجي من قريب هيدمر قوي. وانت فاكره بقى يعني اللي انت هتحميني وتخلي بالك من مصلحتي؟ امال بخلي بالي من مصلحه امي؟ امك لا يا بدري، انت ان شاء الله بنبشك ده وتفتيشك ورايا هتخرب الدنيا ان شاء الله. يعني انا غلطانه يا فتحي؟ غلطانه يا بدري، والغلط راكبك من ساسك لراسك. هو فين ساسك؟ مش مهم، المهم لو مروحك الشركة ده هيجيب لي وجع الدماغ بلاش منه خالص. يعني ايه؟ يعني يا بدرة تبقى محرمة عليا زي امي واختي لو رجلك خطت عتبت الشركة تاني. طربت معلم يا ولد، طربت معلم، واطلق الحكم صافرة النهاية وطردها من الملعب. قابل الشركة. بيتهيألك والله يا احمد، وبكرة تشوف. انت اللي هتشوف، عيب عليك. ده انا دكتور في معرفة كيفية دراسة الحريم واعرف ايه اللي في دماغك كويس قوي. وحياتك انت لبكرة تلاقيه داخل الشركة وصاحبها في ايده. ما ينفعش يا حمادة، ما ينفعش. ده قالها عليا الحرام ما انت داخل الشركة. انت ما سمعتوش هو بيحكي؟ لا، وكان فارد نفسه ونفش ديك روم يعني. ايوه اخويا سمعته، وسمعته قبل كده في بيتك وهو بيقول انه هيسيب لها نصيبه في الشركة تدوره بمعرفته، وبرضه ما حصلش. ده في عادة الصلح اللي انا ما حضرتهاش. ايوه. لا لا لا، ده موضوع تاني خالص خالص يا محمد. صدقني صدقني يا ابني والله ما ينفعش. فتح ما ضحيش بنفسه لا عشانها ولا عشان حد غيرها. اتفضل. اهلا يا استاذ عبد التواب. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دي ملفات الشركه التجاريه للخدمات المتكامله. في ملف مفتوح لسه ما اتقفلش، فاضلين عندهم 200 الف جنيه. ده غير يا حاج العقد ابو 8 مليون، وردوا لنا بمليون ومية وخمسين ألف ما بين أجندات وكتب وكراريس ونتائج، يبقى فاضلين عندهم 6,850,000. ده غير إن في بضاعة مع التسليمها جه وما سلموهاش. طول عمرهم بيعملوا كده يا حاج محمد، طالبناهم نستعجلهم قالوا حاضر، وادي وش الضيف. سهل أوي أوي أوي، هتبعت لهم جواب مسجل بعين الموصول، وهتودي الدفاتر اللي معاك دي كلها بالورق ده كله للاستاذ وحيد تعالى. تحت امرك. وانا هكلمه. تحت امرك، تحت امرك يا حاج. هو وحيد تعالى بايه؟ 8. وحيد بيه، ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ بص بقى، الشركه التجاريه للخدمات المتكامله، واضح ان هم ناس نصابه وعايزين ينصبوا عليه. اللي انا عايزه حضرتك تجهز لي بالدفوع القانونيه والثغرات والشروط الجزائيه، الحاجات دي كلها، ما ترفعش اي دعوه غير لما اقول لحضرتك ان انا عجزت. اشكرك يا حبيبي. عايزه؟ طب استنى، الحاج محمد عايزه. ايوه يا وحيد بيه، بقول لك ايه، الحاج فتحي ملوش دعوه بالموضوع ده خالص. ها، الموضوع ده تمامه عند الحاج احمد او عندي. يا سيدي احنا متفقين مع الحاج فتحي على كده، ارجوك اعمل اللي بنقول لك عليه وبس. الله يبارك لك يا سيدي. اه لو سمحت يا ريت نخلص اجراءات توقيع الشيكات مجتمعين من فضلك.